النادي الاهلي اخبارهم ايه؟ ناشئين النادي الاهلي جاهزين؟ ناشئين النادي الاهلي يقدروا يمثلوا النادي الاهلي فيما هو قادم؟ شفنا النادي الاهلي بيطلع عدد من ناشئيه في فرق على سبيل الاعاره، يعني زي عمار حمدي، رضوان، عمر رضوان، في عدد كبير من الناشئين موجودين عشان الاهلي يقدر يستفيد منهم، زي ما استفاد دلوقتي من محمد شريف واكرم توفيق، وهيستفيد من صلاح محسن اللعيبه اللي اعارها وممكن ياخدها تاني. ولكن قطاع الناشئين في النادي الاهلي دلوقتي يقدر يمد النادي الاهلي بلاعبين يمثلوا النادي الاهلي في البطولات القادمه، يمثلوا النادي الاهلي في بطولات كبيره في هم فيما هو قادم. ده اللي ممكن نسمعه من الكابتن الكبير كابتن عمرو انور المدير الفني لفريق شباب النادي الاهلي. كابتن عمرو، صباح الفل على حضرتك. صباح الخير، ازيك يا كريم؟ مشرفني ومنورني ووحشني. حبيبي ربنا يخليك، انت كمان وحشني جدا والله. اخبارك؟ مليون مبروك النادي الاهلي الاول برونزيه كاس العالم للانديه. ربنا يبارك فيك، ربنا يبارك فيك. حاجه مشرفه وحاجه رائعه. حاجه مشرفه، اتفضل. حاجه مشرفه وحاجه رائعه جدا يا كابتن عمرو. اكيد اكيد، يعني احنا النهارده بنتكلم على حاجه ما تخش انت التصنيف ان انت ثالث العالم على مستوى الانديه. انا شايف ان دي حاجه كبيره، شايف ان دي حاجه يعني كلنا كنا بنتمنى ان احنا البطوله دي ان احنا ناخد مركز افضل، على اساس ان احنا قبل كده قدرنا ان احنا نحقق المركز الثالث. انما ان شاء الله ربنا ييسر الامور ان شاء الله باذن الله نقدر نفوز ببطوله افريقيا السنه دي ان شاء الله، والسنه اللي جايه ان شاء الله نقدر نحقق مركز افضل من كده كمان باذن الله ان شاء الله. اول ما الاهلي بيخلص بطوله الناس بتسال ايه اللي هيحصل بعد كده، ايه هو اللي قادم عند النادي الاهلي؟ وبما اننا بنتكلم على القادم للنادي الاهلي او المستقبل للنادي الاهلي، فالمستقبل عند حضرتك، المستقبل عند حضرتك مطمئن؟ عفوا مطمئن والله الحمد لله الى حد ما. يعني احنا من ساعه ما رجع النشاط كان في مجموعه كبيره جدا من اللعيبه عندي بتتمرن مع الفريق الاول، على اساس ان احنا الموسم بتاعنا متاخر او التدريب بتاعنا بدا متاخر، ف يعني على حتى الوقت اللي كان موجود فيه فايلر قبل ما يجي موسيماني كان موجود فيه مجموعه كبيره جدا من اللعيبه موجوده فوق في الفريق الاول. لما رجع النشاط عندنا ابتدى يبقى فيه لعيبه معانا ولعيبه فوق، وده نتج عنه ان احنا الفتره اللي فاتت دي تقريبا عندنا حوالي 7 لعيبه او 8 لعيبه اعارات في الدوري الممتاز، كلهم يعني حوالي 70-80% منهم بيلعبوا اساسيين في الفرق. عظيم. شايفها تجربة مفيدة جدا للعيبة وللنادي على اللي احنا شفناه في الموسم الماضي. اللعيبة اللي هي طلعت اعراض، خصوصا اللعيبة اللي كانت بتلعب في نادي الجونة، شايف ان كلهم رجعوا النادي، كان احمد ياسر ريان واكرم توفيق ومجموعة كبيرة، وناصر ماهر رجع من يعني لعيبة كتيرة رجعت بالزبط. كمان محمد شريف، كلهم قدموا بشكل رائع جدا. بالظبط، ما انا بقول لك كلهم رجعوا النادي في مستوى عالي جدا. صحيح. معظمهم دلوقتي بقى اساسي في النادي، بقى بيلعب بشكل اساسي بشكل مستمر. انا شايف ان تجربه الاعراض دي تجربه مفيده جدا للعيبه وللنادي. اتمنى ان شاء الله ان التجربه بتاعت اللي فاتت تتكرر تاني السنه دي، ان اللعيبه دي تقدر تلعب وتقدر تاخد فرص كويسه وتقدر ترجع بشكل كويس. مين ابرز مين ابرز اللاعبين الشباب اللي موجودين دلوقتي خارج النادي الاهلي ومتوسم فيهم خير انهم يرجعوا يبقوا اضافه للنادي الاهلي فيما هو قادم؟ يعني شوف، بص احنا يعني انا عندي في 3 في سموحه، محمد عبد المنعم، في احمد عبد القادر، في محمد شكري. شكري لسه رايح في يناير فلسه ما ابتداش يلعب، انما احمد عبد القادر ومحمد عبد المنعم الاثنين بيلعبوا بصفه اساسيه. لا، واحمد عبد القادر، احمد عبد القادر ده عامل شغل عظيم جدا مع سموحه كمان، لعيب لعيب بروميسنج جدا واعد جدا بصراحه. بالظبط، يعني يمكن ده، خلي بالك انا هقول لك على حاجه، يعني يمكن احمد بالذات يعني ليه موقف كده، ان هو كان موجود بره مصر ما كانش موجود هنا. صح، تمام. لما رجع انا يمكن عشان كنت موجود قبل كده فتره في النادي فكنت عارف قبل ما يسافر، فلما رجع كان حصل تواصل ما بيني وما بين امير توفيق، انه بيسال يعني ايه رايك الولد ده؟ قلت له اه طبعا ده لازم يبقى موجود، و يعني انا شايف ان ده في المستقبل القريب ان شاء الله هيكون ليه دور كبير جدا في النادي الاهلي يعني. لا، ومين تاني؟ وده اللي حصل فعلا. صح، مين من اللعيبه التانيه اللي موجوده؟ احنا اتكلمنا على 2 لعيبه في سموحه، مين تاني؟ احمد عبد القادر، في محمد عبد، في محمد فخري البنك الاهلي، في فارس طارق دلوقتي من اللعيبه الاساسيين في المقصه بيلعب باك رايت وسيرد باك، في صالح نصر في وادي دجله. انا مش عايز انسى حد يعني. هم لا، انا مش عايزك تنسى، انا عايزك تقول لي. طبعا انا عايز اقول لك على حاجه، في برضه حد مهم جدا، في عمار حمدي. طبعا عمار حمدي ده من اللعيبه اللي هي يعني انا وجهه نظري
انه هيبقى ليه شان كبير جدا سواء في النادي الاهلي او في منتخب مصر في المستقبل القريب يعني. صح. واحمد ياسر ريان كمان. احمد لا احمد ياسر مواليد 98. انا اقصد من اللعيبه اللي خرجت. من اللعيبه اللي خرجت في النادي الاهلي في الاعاره. انا بكلمك على اللعيبه اللي هي بتاعتي اللي هي محسوبه عندي على القائمه. عظيم. انا شايف طبعا لا يعني 7 لعيبه او 8 لعيبه بيلعبوا في الدوري الممتاز، بيلعبوا بشكل منتظم، بيلعبوا بشكل اساسي. انا شايف ان دي خطوه كويسه جدا للعيبه وللنادي. في لعيبه اتفضل يا كابتن اتفضل. بقول لك ان التجربه تعاد تاني اللي هي بتاعت السنه اللي فاتت. ان اللعيبه دي تلعب بشكل اساسي وبشكل منتظم بحيث انها تاخد خبرات اللعب في الدوري الممتاز، ولما ترجع النادي ان شاء الله يكون ليها فرصه في انها تكون في الفريق الاساسي ان شاء الله. اكيد في لاعب او اثنين او ثلاثه معاك في فريق الشباب انت حاسس انه ممكن دلوقتي يخش فريق اول بسهوله وما يحصلش حاجه ويقدر ينسجم سريعا، في اسماء معينه شايفها انت بتقول للجماهير النادي الاهلي والنادي الاهلي انا ممكن اقدمهم هديه للفريق الاول في المستقبل بحسب طبعا راي موسيماني يعني؟ اكيد اكيد يعني انا 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 شايف ان محمد عبد المنعم، شايف احمد عبد القادر، انا شايف ان محمد فخري برضو من اللعيبه اللي هي ممكن يكون ليها دور، فارس طارق في برضه في لعيب مهم جدا 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 راح النادي الاسماعيلي برضه اعرف يناير، زياد طارق. يعني انا شايف ان زياد ده برضه في المستقبل ان شاء الله هيكون من اللعيبه المهمين جدا في مصر، لعيب مهاري جدا ولعيب اكتف جدا على الجون. صح. سواء في صناعه الاهداف او احراز الاهداف، انا شايف ان ده برضه اذا خد فرصه ولعب لا هيبقى له شان تاني مختلف خالص ان شاء الله. صحيح. كابتن الكبير كابتن عمرو انور مدير فني الفريق الشباب بيع النادي الاهلي، انا بشكرك شكرا جزيلا، حضرتك شرفتني ونورتني. شكرا يا كابتن. اشكرك.